لكن احنا عايزين نعرف ايه اللي تم في هذا الاجتماع، ونعرف ايه الجديد والاستقرار هيكون على ايه في الموسم الجديد. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الاهلي، واللي كان حاضر النهارده في الاتحاد المصري لكرة القدم علشان يعرف كل التفاصيل، وبالتالي يقولها لنا ويقولها لحضراتكم. يا فاروق اهلا بيك. كل التحية ليك امير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق. قول لنا كل الكواليس اللي كانت بتتعلق باجتماع اليوم بين اداره الاتحاد المصري لكره القدم مع مندوبي الانديه، وايه اللي تم الاستقرار عليه بشكل نهائي يا فاروق، وبالتحديد كمان عايز اعرف موقف النادي الاهلي بخصوص مسابقه كاس مصر، وبخصوص كمان شكل الموسم الجديد. يعني خليني برضو يا امير يعني في البدايه نقرب الصوره ونوضح الصوره للجماهير. طبعا اجتماع اتحاد الكره النهارده بحضور المهندس احمد مجاهد وعضوي محمد الشواربي واحمد حسام عوض وممثلي الانديه، بيضاف ليهم طبعا النهارده في الحضور ممثل نادي بتروجيت ونادي اسوان طبعا لوجودهم في بطوله كاس مصر. تمام. زي ما انت عارف يا امير كتير من المقترحات تم طرحها في هذا الامر. خليني اكلمك في يعني عشان نحسم الامر بخصوص الدوري، هل ده شكل الدوري مجموعتين ولا الدوري هيبقى نظام المعتاد؟ اقول لك ان يعني تم طرح مبدا ان الدوري يكون من مجموعتين، ويعني الامر لم يلقى استحسان او قبول من الجميع، ولكن الشكل الدوري يبقى الشكل المعتاد كما هو معتاد، نظام دوري من دورين. طبعا المهندس احمد مجاهد عرض خلال الاجتماع الفترات التوقف اللي هتكون سواء للانديه او للمنتخبات، وان الدوري الموسم القادم هيبقى مضغوط وبصوره يعني كبيره جدا عن المواسم الماضيه. ومن خلالك خليني اقول لك حصريا يا امير، من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، قرعه الدوري المصري للموسم الجديد هيتم اجراءها ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله. هيكون اجراء قرعه الدوري المصري الجديد طبعا اللي بينضم له فريق الشرقيه للدخان وفرقه الفرق اللي طبعا صعدت للدوري الدوري الممتاز برضو من فريق كوكاكولا بالظبط يا امير. طبعا دي الفرقه اللي صعدت، هيتم اجراء قرعه الدوري الجديد ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله. خلاص القرعه بعد بكره للدوري بشكله الطبيعي، ما فيش اي تعديلات في شكل الدوري للموسم الجديد، صح كده؟ بالظبط يا امير، القرعه هتبقى بالدوري بالشكل الطبيعي اللي هو النظام من دورين. طبعا زي ما قلنا النظام المجموعتين ده يعني تم رفضه طبعا لان هيبقى الموضوع فيه صعوبه اكتر. من الامور المهمه اللي اتحاد الكره نفسه طرحها وابدى ترحيب شديد جدا كانت النقطه الخاصه باستقدام الحكام الاجانب. يعني الاتحاد الكره ابدى مرونه واستجابه، قال الانديه لها الحق في استقدام الحكام الاجانب بموافقه الانديه مع تحمل الانديه طبعا زي ما انت عارف لتكاليف استخدام الحكام. من الامور الخاصه بموقف النادي الاهلي، بص يا امير يعني النقاط النادي الاهلي واضحه جدا. الامر بالنسبه للنادي الاهلي هو مبدا واحد النادي الاهلي بيتكلم عليه، الاهلي رافض تماما مبدا ان انا العب المباريات بشكل مضغوط او منقوص اللاعبين، سواء ده مباريات كاس مصر او المباريات الخاصه بالدوري الموسم القادم. النادي الاهلي شدد على هذا الامر، امر طبعا الكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان بيمثل النادي الاهلي في هذا الامر، ويعني يا امير الكلام مش للاهلي فقط، الكابتن سيد او اتكلم اللي بيتكلم على العداله للجميع والفترات الراحه بالنسبه لكل الفرق وليس للنادي الاهلي فقط. دي من النقاط اللي يعني النادي الاهلي شدد عليها، ان يكون يعني ان انا العب كل 72 ساعه او كل 3 ايام مباراه امر هيبقى صعب جدا وهيبقى مضغوط جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي غير مرحب بهذا الامر. طبعا الاتحاد المصري طبعا من ضمن الاقتراحات يعني مطالبه بانشاء رابطه الانديه، وطبعا دي من النقاط اللي بيتم السعي فيها خلال الفتره القادمه. من النقاط المهمه برضو امير اللي احنا سالنا عليها في حاله استكمال بطوله كاس مصر، سواء النادي الاهلي او اي نادي تعاقد مع لاعبين يحق ليهم المشاركه في بطوله كاس مصر. يعني دي كان من النقاط اللي يعني قدرنا نسال فيها، ان صفقات النادي الاهلي اللي هو ابرامو مؤخرا يحق ليها طبعا المشاركه مع النادي الاهلي في بطوله كاس مصر او ايا من الانديه. طبعا الاتحاد المصري طبعا كان اقترح بعض المواعيد، لسه الامور دي حتى الان يا امير تقدر تقول محل مشاورات. عايز اكد لك ايضا على مباراه السوبر اللي هتجمع ما بين الاهلي ونادي طلائع الجيش. النادي الاهلي
طبعا بطوله طلائع، البطوله اللي هتجمع ما بينه وما بين نادي طلائع الجيش، كاس السوبر، يعني الدوري، يعني تقدر تقول الموسم الماضي اللي احنا يعني المنقضي، اما ان يستكمل بكاس مصر وبطوله السوبر، او يكون الدوري الجديد هو بطوله كاس السوبر بدايته وانطلاق الدوري المصري. يعني انت عندك دلوقتي امير في صورتين، اما استكمال بطوله كاس مصر ثم كاس السوبر ما بين الاهلي والجيش، او في حاله الغاء بطوله كاس مصر هيكون كاس السوبر ما بين الاهلي والجيش هو بدايه انطلاق الموسم الجديد. بعض الفرق كانت بترحب بالغاء كاس مصر. تمام. النادي الاهلي مش من الفرق اللي ما طالبش بالالغاء ولا طلب ان هو يلغي بطوله كاس مصر. النادي الاهلي كان ليه طلب واضح ان المباريات ما لعبش مباريات كل 73 ساعه. بعض الانديه طبعا اللي بتشارك سواء زي فرق بتروجيت او اسوان وفريق بيراميدز قال لك لا انا عايز اكمل كاس مصر، ورحبوا بكاس بضروره ان انا اكمل بطوله كاس مصر. بعض الفرق اتكلمت في مبدا ان احنا عايزين ناخد راحه بشكل كافي للاعبين. طبعا بعض الانديه اتكلمت ان انا عايز العب كاس مصر بطوله عريقه، وفي فرق وصلت لمراحل زي فريق بتروجيت وصل للدور نصف النهائي قال اجرب واكون موجود في كاس مصر. تقدر تقول يا امير دي كل الامور اللي تم، يعني المقترحات اللي تم طرحها موقف النادي الاهلي. في امور طبعا لسه تحت مبدا التشاور، زي ما قلت لك خلاص القرعه بتاعت الدوري هيتم اجراءها بعد بكره باذن الله. موقف النادي الاهلي من المباريات، ايضا الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها وقال الانديه هيحق ليها المشاركه في الاعلان عن المواقف النهائيه والقرارات النهائيه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم هتكون امتى يا فاروق؟ سواء بخصوص الدوري والقرعه، خلاص احنا خلاص دي اتاكدنا منها تمام زي ما انت قلت لنا، لكن بالتحديد فيما يتعلق بكاس مصر الموقف النهائي من استكمال البطوله او لا هيتم الاعلان عنه امتى؟ تقدر تقول يا امير خلال 48 ساعه هيكون يعني تحدد الموقف بشكل كبير جدا. طبعا انت عارف ان يعني الاتحاد الكره كان طرح بعض التوقيتات سواء يوم 10 او 12 ويوم 16 ويوم 20. النادي الاهلي ما تنساش ان عنده بطوله كاس السوبر الافريقي في قطر يوم 24. فدي الامور يعني اكيد هيتم بالظبط هيتم توضيح هذه الامر خلال ال 48 ساعه، الامر الخاص بهل هيستكمل كاس مصر ام هيكون انطلاق الموسم الجديد بمباراه السوبر ما بين الاهلي والجيش ومن ثم انطلاق الدوري الجديد. تمام، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله باذن الله ان احنا نشوف موسم جديد خالي من اخطاء المواسم السابقه. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان حاضر في مقر الاتحاد المصري لكره القدم لمعرفه كل ما هو جديد يتعلق باجتماع اليوم بين مسؤولي الانديه ومسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم.